انت شاركت في الناس والليل، شاركت في برامج مختلفه، قهوه المغرب مواضيع تطرح، نقاشات اخذ ورد، صح؟ ايه. كيف تشوف الشعور؟ تحس ان كلها صبه واحده نفس البرامج ولا مختلف شوي؟ وش الاختلاف اللي فيه؟ والله برنامج صراحه انه جميل جدا، ومواضيعه يعني هي مواضيعنا الدارجه عاده في قهوه المغرب. انت مقتنع بكل المواضيع اللي تنطرح؟ اذا قلت مقتنع فانا اكذب. بالكل الكليه لا، يقول التعميم لغه الجهلاء. لكن في مواضيع لا حلوه جميله جدا، يعني في اشياء انت اصلا مو مقتنع فيها لكنها تطرح. تطرح كيف؟ طب كيف تختارون المواضيع؟ يعني بناء على ايش تجي انت تقول ها وش موضوعنا اليوم؟ كيف نختار المواضيع؟ ايه، معد بس يجهز وانتم تسلم عليكم؟ معد يجهز موضوع. ايوه، لانه ادرى واعلم، يمكن يعني في موضوع طرح سابقا. لا خلنا ادرى واعلم، هذه ان شاء الله مع خالد محفور. انا اسال، انتم في جروب موجود بقهوه المغرب؟ نعم في جروب. يعني ترسلون مجموعه مواضيع وش رايكم وش الحلقه الجايه تناقش فيها؟ ولا اخر موضوع احنا اللي قررناه، تصفيه حسابات. ايه اللي قبله؟ اللي قبله لا. تجون اقصد متى تعرفون الموضوع؟ من قبلها باسبوع، يعني قبل 4 أيام 5 أيام يكون السكريبت موجود؟ لا، السكريبت يجينا قبل حلقه بيوم. يعني انتم تعرفون قبل 4 أيام انه مثلا موضوعنا كذا، ايش رايكم؟ تكلم عن كذا؟ المعد اللي يقوله. وإذا ما اقتنعتوا فيه يعتمده. حلو، يعني هو ماشي من غيركم ماشي. بس هي قضية ايش؟ عشان ما يلحقني ملام. اي، فيعجبني التوائم بينكم بين المعد. من هو؟ ها؟ من هو المعد؟ حسين؟ الأستاذ الكبير حسين. حسين الله يحفظه. جميل جميل. طيب فأنت رضيت الموضوع. ماشي 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 ماشي. طيب ايش رأيك مبدئيك عشان ندخل حامين، يعني في ربيع وسعد كنقاش كأخذ ورد؟ والله شوف، ربيع وسعد، انا ترى للامانه انا بقول كلمه الحق. إيه؟ والله اني اتعلم منهم اشياء، يعني من سعد اشياء ومن ربيع اشياء. فان جيت لسعد، قوته وحضوره، تعامله، ادارته للحوار، اشياء رجل اعلامي من الطراز الاول. انا خلينا اتكلم عن نطاق قهوه المغرب. إيه؟ إيه؟ ربيع، يعني ربيع يمكن في نص السالفه كذا يطلع لك بقصه تاريخيه تطابق الموضوع اللي احنا فيه. ما شاء الله، يعني لا هم محضر ولا شيء، بس قصه تاريخيه وتجدها مطابقه. كيف ما محضر والموضوع مطروح قبل 4 أيام؟ لا هو كذا بديهيه، من يعني من كثر ما هو يقرا. ايه؟ ترى ربيع من النوع اللي يجلس في الكافي قبل الحلقه بساعه يقرا. ايه؟ تجده في كافي ينتظر احد يقرا كتابه معه. ما شاء الله، فالولد والولد قارئ نهم. ربيع سعد، وش راي سعد من دعم فيهم؟ اقل ما اقل من اثنين. طيب عندي معلومة، ما أدري أنا إذا صح ولا لا، تو لازم واحد منكم يجي متأخر في كل حلقة. واحد منا لازم يجي متأخر؟ إيه، يعني أحس تفقون مكالمة جماعية، ها من بيتأخر اليوم؟ فلان. والله ما هي على حسب الزحمة، زحمة الطرق. هي على حسب زحمة الطرق. ترى سعد يجي من وين؟ يجي من عكاظ. طيب هو الآن مثلا برنامج متى الساعة كم؟ برنامج نفس البرنامج ده بعد صلاة المغرب، صح؟ إيه، مثلا هو عارف إنه جاي من عكاظ، مثلا ليش ما يجي الساعة 4:30 5؟ يحرك مثلا. بعض الاحيان الخط فجاه يوقف. فجاه كذا يوقف، توصل نشوف المرور. فالمسكين يبتلش يصور. الى درجه انه يشغل صلاه المدينه عنده في الراديو. يشوف صلوا ما صلوا. انا حتى يقول لك شباب، واحد من كثر التعب في الطريق يجي يغسل وجهه هنا، يعني بعضهم ينام في الخط على ما يفضل، يصحصح ويجي يركز هنا. فشيء خارج على الاراده، شيء خارج على الاراده. بس لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبجي لسؤالي خاص الجمهور، لكن ودي أسألك، إيش الفرق بين قهوة المغرب والناس والليل؟ الناس والليل جلسة بالليل سواليف، والقهوة المغرب في الليل، يعني المغرب في الظهر. إي صح، نفس السالفة. إي بس يعني أول الليل، هذاك آخر الليل. لا مو قالوا آخر، ما قالوا الناس وآخر الليل. إيه؟ قالوا الناس كم هو إيه، خلص واحدة بالليل ولا كم؟ خلص 12؟ لا 11:30 آخر الليل، 11:40 شخص العالم قد نامت يعني. وين ينام المغرب توم صاحي قهوة؟ 11:40 حد الناس يقولون الساعة 12 تو اسمر. لا انا ليش سالتك السؤال ذا؟ في ناس تقول انه محتوى واسلوب قهوة المغرب، انا اتكلم عن الجزء الثاني المختلف. الجزء الاول بني على انه في شخص مثلا مبنية شخصيته على ثقافة معينة، الشخص الثاني الموضوع مثلا مبني على اختصاص معين. انا اتكلم عن كل واحد له شخصية واسلوب. الجزء الثاني لا، قائم على الناس والليل. ففي ناس تقول انه ايش الفرق بينه وبين الناس والليل؟ هناك تطرحون مواضيع وتسولفون فيها، هنا تطرحون موضوع وتسولفون فيه.
لا الناس والليل يعني عندك على سبيل المثال البارت الأول سواليف طقطقة ضحك لين ندخل جو الحلقة. جميل. أحيانا يكون ضيفنا شاعر في كل حلقة شعرية بحت. حاجة استضفنا الموسم اللي فات الشاعر الكبير سلطان الهاجري. نعم. يعني على من أكبر الأسماء من غير الشعراء الثانيين المنشدين يعد وغلط. يعني ودباء. المختلف فيه استضافات. استضافاتي. بس. استضافات والموضوع اللي يطرح تقيد به. يعني موضوع الجوهري الشاعري اللي 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 موجود في الحلقة نفسها. لكن قهوة المرء أول شيء ما في وقت. ما في وقت. يعني هي ساعة. ودك تسرد الدنيا يعني. موضوعك لابد تطرحه وتخلص. أما تجلس من تستلم وتسلم والناس ما يفهم شيء على طول تلقاهم في التاك يا رجال والله ما في منهج موضوع. فلا بد على طول توصل الزبدة لا تفلسف ولا تشغل الناس ولا تشغل نفسك. طب معليش سلم الموضوع. إن الناس تقول ما فهمنا وش الموضوع هذا وين في الناس والليل ولا في قهوة المغرب؟ قهوة المغرب. أقول عشان الناس يقولون ما فهمنا الموضوع حسب تسلم الموضوع بدري. طيب معليش هذا فعليا صار ولا لا؟ أنت تقول إنه الناس قالوا إنه ما فهمنا الموضوع. لا ما صار. ما صار. طيب إيش انطباعك عن الجمهور ورأيه في البرنامج بشكل عام؟ الجمهور هو العماد. هو الوقود. نعم فيهم. أتكلم الآن في قهوة لما تدخل هاشتاج في أي حلقة من الحلقات أبغى شيء إيجابي وشيء سلبي. وش رأي الجمهور بشكل عام؟ أو شيء كيف التفاعل؟ رأيهم على البرنامج؟ إيه. ما حد طرح رأي. عن المواضيع. أقول عن المواضيع أنا. إيه رأي البرنامج بجيب لك بعد شوي علوم. عن المواضيع محايدين. في من يتفق فيها مع طرحنا وفي من يختلف. وجهة نظر. أنا ما أقدر أقيد الناس برأيي. أقولهم شو معي. ما أقدر. خلنا نشوف المواضيع اللي أنتم استخدمتوها في البرنامج يعني. زواج عائلي ولا زواج كبير؟ ضيوفك تعزمهم. هذه ما حضرتها حلقة. ما جاز لك الموضوع. لا عشان ما نشب. آه. أنت إيه تفكر؟ إيه. بعدين. أفكر مستقبلا. طيب ضيوفك تعزمهم في البيت ولا في المطعم؟ هذا طرح وأنا موجود. وكان لي رأي. في أحد يعزم ضيوفه في مطعم؟ لا. كلم حسين. آه يعني حسين هو الغلطان. كلم حسين. حسين يا حسين فكنا من ذا المواضيع. تجيبنا مع شيبان. معلش أنا عارف إنه المقدم جزء من الإعداد إذا هو مو مقتنع في برنامج في حتى في الموضوع ليش يوافق؟ يقول والله تغير الزمن وخلح نطرح ونسولف تضارب من نهاية الحلقة تضارب ما حد اقتنع مين أقرب لك عمانك ولا خوالك بخمس دقائق هذه أنشبنا بها خوالي وأنشبني بعمان لا وش أقرب لك عمانك وخوالك هذا عودنا فيها لا بسك لا معناك طيب حبيبنا مصورنا مين عطني مصور وش أقرب لك عمامك ولا خوالك الاثنين شكرا لك مشاهدين انتهت الحلقة ما عيا يعني إيش التفاصيل اللي حتكون في الحلقة عيا وقالوا لازم تختار جبرونا احنا اخترت الان خوالك مثلا زعلوا عماني انا اقول لك في الحلقه الان انتهى المحتوى ايش بتسوي كيف تسوي خلاص انت ساعه بتتناقش وش افضل عمانك وخوالك انا ما اشوف مقاطع الصوت في الواتساب تهذيب والوالده والوالده اشوفك جاي دخل لا خوالي والوالده يعني خوال عمانك قلت افضل يعني اضطريت عشان عشان نسب بس ما يطيعوني من النسب طب خلينا نقرا راي الجمهور نشوف وش رايهم في قهوة المغرب إيش توقع؟ الله إن شاء الله كل خير. قهوة المغرب أنا بقرأ هنا وأعطوني التغريدات موجودة على الشاشة قهوة المغرب يفوز. شو ترى إيش في مشاكل سعيد بقهوة المغرب ما تخلص. آخر حلقة تصفية حسابات. مشاكلك مع الشباب ولا مع الجمهور؟ هذا ما هو متابع ذا. كيف تقول تقول ضربنا تو قاعد ضربنا. هذا ما هو متابع. ليه؟ ما مستعيد هذا جايته معلومة هذا جايته معلومة غلط وحبي بثها يعني إيه؟ أنت ما عندك مشاكل مع الشباب يا الله بالي الساس أنت عارفك أنا إيه؟ يا الله في السلام لطيف يعني حدنا في برنامج عرض حي ما لنا دخل فيكم استلمتونا اللي ما في برنامج ثاني قناة مشفرة لا كان فعل وردة فعل يعني كانت إيه كان ما صارت لك ردة فعل قهوة المغرب ما أنا قهوة المغرب في العلم اللي شغل شفرهم طيب اشوف قهوه هنا اشوف في نقد لا تحملها تفضل اشوف برنامج قهوه المغرب النسخه الاولى افضل يا سلام مش عتب على الشخصيات بس النسخه الاولى كانوا الاشخاص مناسبين اكثر لفكره البرنامج وطرح الحوار والنقاش وموفقين في القادم المقصد زي ما قلت لك اللي هو كل من صاحب التغريدة لا ما نبقى لك خايف تبلك لا ما بلك بس انا ابو سن ماني قادر اقرا الاسم انا وافقه 100%
كويس في الراي هذا انا ايه؟ معه 100% انه انت مو مقتنع بالبرنامج يا اخوي. يقول الاشخاص اللي قبل افضل ويتكلم عن الاشخاص. لا هو قال ما اتكلم عن الاشخاص. يتكلم انه ايه مش عتب على الشخصيات بس النسخه الاولى كانوا الاشخاص مناسبين اكثر لفكره البرنامج. وانا موافق معه 100%. يعني انتم ما كنتم مناسبين. لا مو كذا هو يرى كذلك انا موافق. انت ما وافقت لانك مقتنع بالراي. في احد يوافق واحد اقتنع معه ولا تسلك؟ لا ما هو بقضيه تسليك. هو لو قلت له لا وجلس نتجادل معه اذى الفجر مو تجادل انا بقفل المحور. لا تخاف يعني ان بنجلس انا اذى الفجر احنا لا وصلنا الراي ولا تفهم. لا انا عطني رايك انت تشوف انه انتم مو مناسبين. انا وافق الاخ انه انتم مو مناسبين فكره البرنامج. طيب ليش وافقتوا؟ انت مقدم محترف. وافقنا على ايش؟ على فكره البرنامج يعني. وافقنا عليه قالوا والله معكم برنامج هذه فكرته دخلنا وتورطنا. ايش فيني شديت الله يزيدك. طيب خلينا نشوف التغريدات نشوف راي الناس في البرنامج. خلينا نشوف مين؟ تالب قومي. خلينا نشوف تغريده تالب قومي. طيب هذه التغريده الاولى. ممتاز البرنامج فكره واعداد لكن المواضيع بالحلقات الاخيره ما كانت بقوه فكره المواضيع اللي في البدايات. اتمنى التجديد بفكره مغايره.